في مبادرة فريدة من نوعها احتضن الملعب البلدي بحاس العش بولاية الجلفة بطولة ولائية في كرة القدم في التفاتة طيبة تشجع على الرياضة بالمناطق النائية ومناطق الظل بمختلف أنحاء الولاية. قناة الأجواء كانت من ضمن الحاضرين ونقلت التصريحات التالية في ميكروفون الزميل رضوان غالم. احتضنت بريدة حاس العش هذه الدورة باسم المرحومين الشراك العليا ورحمة القادر حيث شارك في هذه الدورة 16 فريق من مختلف بلديات الولاية ومن مختلف الأعمار حيث راقت هذه الدورة نجاحا باهرا وكذلك نتمنى إن شاء الله مواصلة هذه الدورات من أجل تفعيل النشاط الرياضي في بلدية حاس العش ونشكركم جزيل الشكر على تغطية هذه المباراة النهائية. نحن مثل فريق بطل حاس العش شاركنا في هذه البطولة المدنية بطولة المرحومين العلي ورحمة الله ونشكر أهل سكان حاس العش على هذه الدورة الطيبة والجميلة ونادي هذا الإنجاز لسكان حاس العش وسكان حاس العش. تاب لحا منظمة كان الفريق الأزرق مسيطر ولكن الحظ مبروك عليهم وربي الحمد لله. كما أشكر كل اللاعبين على أدائهم الكروي الذي كان في المستوى سواء أخلاقيا أو رياضيا، كما نرجو من الذين خارج البلدية أن يعذروننا إن حدث خطأ سواء من جمهورنا أو من المنظمين.